السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. احفظوا الاسم زين، رواد المواقع. عروض لمدة 3 أيام، الافتتاح غدا الجمعة الساعة 4 العصر. التجهيزات على قدم وساق، يا بتشوفون أسعار خاصة لكم. حاجزين معي من فترة طويلة والآن دخلت لي ساعة أسعر لكم في الأسعار، وبتشوفون أسعار خاصة لكم 3 أيام أو نفاذ الكمية. بالإضافة بقول لكم كلمة قبل ما نبدأ في الأسعار، نصيحة محب. من وقت ما تشوف السناب عندي إلى النهاية لا تسوي سكيب أبدا، تشوف شغلات تشكرني عليها والشكر لله عز وجل. عروض وأسعار وأصناف وكميات وتفاصيل في السنابات القادمة، توكلنا على الله. ما شاء الله الفرع من الداخل، البضائع اللي تشوفونها بضائع المواقع الإلكترونية، من ملابس، من أحذية، من أيضا إلكترونيات وأجهزة كهربائية، أجهزة منزلية، برادات وأجهزة إلكترونية. اسمعوا السنابات القادمة، الأسعار قوية جدا، ولا توقف السنابات إلا أنت ناشرها للأهل والأصدقاء، خلهم يستفيدون من هالأسعار، ورمضان قريب الله يشرفه، بتشوفون شغلات جدا مميزة. برادات يا جماعة، كم تتوقعون السعر؟ ما هو بنوع واحد ولا نوعين، عدة أنواع، ولا هو بلون واحد ولا لونين، عدة ألوان. اللي كان يباع ب 550 ولا 500 ولا 450 ما فيها الكلام، لمدة 3 أيام في رواد المواقع، وبرادة فيها مواصفات. شوفوا المواصفات اللي هنا، حتى الأطفال، حار بارد طبعا، فيها أمان للأطفال ما يفتح البرادة بنفسها. أيضا الألوان اللي هنا قدامكم شوفت عينكم، وكم تتوقعون سعر البرادة؟ الحار البارد كلش موجود، وعدة ألوان. كم؟ 400؟ لا. 350؟ لا. 300؟ لا. أي برادة بسعر موحد 229 ريال فقط 3 أيام أو نفاذ الكميات. شوفوا هالطقم يا جماعة، طقم ترامس متكامل، الترامس، البيالات، الفناجيل، الصحون، هالطقم الجميل المذهب ما شاء الله تبارك الله. كم تتوقعون السعر؟ 350، 300، 250؟ لا. كم سعره بيكون؟ 199 ريال فقط. شوفوا هالجهاز يا جماعة، وسعر، سعره برا كم بالله؟ 645 سعره برا. شوفوا السعر اللي بعطيكم، طبعا عدة وظائف، جهاز طهي متعدد الوظائف، قوته من 1650 إلى 1850 واط، أيضا مزود بخاصية فك تجميد الطعام، يعني الأكل مجمد تحطه في الجهاز يقوم بالوظيفة بشكل كامل، وفيه عدة وظائف ما أقدر أذكرها كلها. كم تتوقعون السعر يا جماعة؟ تجيكم بهالشكل الجهاز كامل مع كامل مرفقاته، ضمان عليه، لا هو بسعر 500 ولا هو 400 ولا هو 300، بسعر 199 ريال فقط. يا سلام، 199 ريال 3 أيام أو نفاذ الكمية، هذا تحتاجونه كثير جدا في رمضان. نقول 3 أيام أو نفاذ الكميات، الله يوفقنا وياكم. شوفوا هالجهاز، جهاز طهي متعدد الوظائف زي ما ذكرنا، مزود بنظام تحكم ذكي للأداء، في 16 وظيفة، مزود بمؤقت حتى 24 ساعة، أيضا شاشة رقمية تعمل باللمس، وإمكانية التحكم بالوقت، ومواصفات كثير. كم تتوقعون السعر يا جماعة؟ كامل مرفقاته معه، بسعر 99 ريال فقط، وهذا تحتاجونه كثير جدا في رمضان. 99 ريال وشامل كل شيء. عندكم هالقلاية الهوائية، هذه مطلوبة في رمضان، الله يشرفه إن شاء الله، وعدة مواصفات وسعر لمدة 3 أيام أو نفاذ الكميات، وبنفكها لكم الآن تشوفونها. طبعا المواصفات اللي فيها 1400 واط، قلاية هوائية بدون زيت، متعددة الوظائف، هذا كتالوج وكل التفاصيل في هالكتالوج والباركود، كل شيء موجود، الضمان موجود وكل شيء. بالإضافة يا جماعة إنها فيها خاصية قابلة تقليب الطعام، القلاية الهوائية هذه فيها خاصية تقليب الطعام. شوفوا الشكل قدامكم، تنفتح بهالشكل، افتحها لنا، لا من تحت، او اضغط اللي هنا، ايوه ممتاز. هذه سعرها القلاية الهوائية يا جماعة، ومطلوبة جدا في رمضان، وب 199 ريال فقط 3 أيام او نفاذ الكميات. عندكم هنا صانعة القهوة او مكينة القهوة، بتجيكم بهالشكل، ومتوفرة بعدة الوان، اللون الابيض، اللون الاحمر، وعدة الوان مع كامل مرفقاتها طبعا. تجيكم بهالشكل وبسعر 149 ريال فقط. طقم الترامس يجيكم طقم حبتين، حجم لتر وحجم 700 ملي، هالشكل الجميل. الطقم الحبتين بكم السعر؟ 180؟ لا،
57 ريال فقط توفر منه هاللون. هالترامس الجميلة ومتوفرة بعدة ألوان، له بلون واحد ولا لونين، ممكن 8 ألوان ما شاء الله تبارك الله فيها الشكل، وفيها الشكل الثاني شوفت عينكم. والسعر الترمس 29 ريال فقط. آخر إلكترونية اللي عليها طلب كبير جدا وسعر قوي جدا، مستحيل تلقى هالسعر خلال الأيام القادمة ولمدة 3 أيام، وكميات كبيرة جدا وله بنوع واحد. هالمبخرة شوف اللي عندك أيضا، هالمبخرة أيضا الكوب بشكل أصغر سواء الكبير أو الشكل الثاني، امسك خلها معك. أيضا مباخر الشعر، مباخر بهالشكل وأنواع كثير جدا، معلش. أيضا هالمباخر سعر كم يا جماعة؟ سعر المبخرة له 150 ولا 99 ولا 80 ولا 70 ولا 60 ولا 50 ولا 40، ب24 ريال فقط. أي مبخرة لمدة 3 أيام أو نفاذ الكميات ب24 ريال، وكميات كبيرة ما شاء الله، كل كرتون فيه عدد كبير جدا. كل هذه مباخر إلكترونية 24 ريال فقط، كل هذه مباخر ما شاء الله إلكترونية شوفت عينكم، 24 ريال لأي مبخرة إلكترونية 3 أيام أو نفاذ. المباخر الكهربائية طبعا هالمبخرة تجيكم بعدة إضاءات، عدة ألوان، يعني تغيرون الإضاءة من عندكم من هنا عدة إضاءات. كم تتوقعون السعر؟ له ب40 ولا ب30 ولا ب25؟ ب11 ريال و75 هللة. أيضا فيها الأنواع 11 ريال و75 هللة. هالمباخر 11 ريال و75 هللة فقط، 3 أيام أو نفاذ الكميات. الأسعار اليوم في الملابس صدمة، وش عندنا هنا؟ وحدنا السعر فوق العرض، عرض أربعة اللي كان 34 و57 كله 11 ريال ونص. صار 11 ريال ونص. شوف لي الأشكال الموجودة والموديلات يا جماعة ب11 ريال ونص، هالشكل وهالجميل. أنتوا تعرفون الأسعار برعات، ما يحتاج أنا أقول. هذه بضاعة موقع فورجل كلها ب11 ريال و50 هللة فقط، وعدة موديلات. شوفوا ما شاء الله عندكم هالملابس، شوفوا هالموديل، تخيلين إنه ب11 ريال و50 هللة، يا سلام، أو 75 هللة، 11 ريال و75 هللة. خيارات موديلات كلها ترند، هذه 11 ريال و75 هللة لمدة 3 أيام أو نفاذ الكميات. أشوف الأشكال اللي عندك، يا سلام. خامات 11 ريال و75 هللة فقط. الملابس شيت بوينت يا جماعة، موحدين السعر بمناسبة الافتتاح، وخامات وموديلات جدا جميلة وترند معروفة. افتحنا شوف، شوفوا الخامات، وحدوا السعر ب 11 ريال و75 هللة، 11 ريال و75 هللة لمدة 3 أيام بمناسبة الافتتاح. أي قطعة ب 11 ريال و75 هللة أو نفاذ الكميات. خيارات كثير جدا، ما أقدر أعرض كل هالموديلات الجميلة، ولكن أي قطعة تختارونها 11 ريال و75 هللة. هنا الأحذية بمناسبة الافتتاح، وشوفوا الكميات تنزل باستمرار. شوفوا هالموديلات يا جماعة، كم تتوقعون السعر؟ ب23 ريال فقط، هالموديلات المعروفة. شوف هالموديل، أيوة هذا أبي، متخيلين إن هالسعر 23 ريال فقط، وأيضا هالموديل 23 ريال. كل هالأحذية أعزكم الله، أي قطعة هنا 23 ريال، فكها شو 23 ريال بمناسبة الافتتاح، مدة كم؟ 3 أيام أو نفاذ الكميات. شوفوا هالخيارات وب23 ريال فقط. هالملابس اللي عندكم وبسعر أي قطعة ب11 ريال و75 هللة. شوفوا هالخيارات، هذا طقم كامل ب11 ريال و75 هللة. شوف الخيارات الموجودة أيضا، شوف الخيارات، أي قطعة بمناسبة الافتتاح ب11 ريال و75 هللة. الملابس سعر موحد 11 ريال و75 هللة. شوفوا الخامة، شوفوا الموديل ب11 ريال و75 هللة، كل قطعة هنا بهالسعر فقط بمناسبة الافتتاح. اللي هنا ممتاز، والسعر نفس السعر 11 ريال و75 هللة. شوفوا هالموديلات، يا سلام، ما يحتاج، وبهالسعر يا بلاش ب11 ريال و75 هللة. وأي قطعة من الملابس ب11 ريال و75 هللة. فرع الكبير وتخصصهم في الملابس، وأي قطعة ب11 ريال و75 هللة لمدة كم يا حبيبنا؟ 3 أيام يا جماعة أو نفاذ الكميات. شوفوا القطع الموجودة ب11 ريال و75 هللة، طقم كامل. أيضا اللي هنا 11 ريال و75 هللة بمناسبة الافتتاح. في خيارات كثير جدا في الملابس، يبي لي يوم حتى أغطيها بشكل كامل، ولكن الأسعار اللي تشوفونها هذه بمناسبة الافتتاح، وخصصت لكم ب11 ريال و75 هللة أي قطعة من الملابس.
فساتين والجلابيات، السعر 11.75 ريال هللا بمناسبة الافتتاح. لمدة 3 أيام كل الملابس اللي ذكرتها وتشوفونها قدامكم ب 11.75 ريال هللا. هالخيارات هالقطاع هالأشكال يا جماعة ب 11.75 ريال هللا. هذا طقم يا جماعة، يا سلام شوفوا هالشكل 11.75 ريال هللا، طقم كامل بهالسعر وبهالخامة ب 11.75 ريال هللا. يا بلاش 3 أيام أو نفاذ الكميات، فرع كبير جدا هالأسعار اللي شفتوها بمناسبة الافتتاح. شوفوا ضخامة الفرع ما شاء الله تبارك الله إلى النهاية. وبمجرد ترفعون الشاشة هذا سناب رواد المواقع ما شاء الله تبارك الله، بشكل يومي يصورون القطع اللي عندهم، الأسعار اللي نزلت، الكميات وتفاصيل كثيرة. فإذا أنت مهتم بالعروض ارفعوا الشاشة، ما شاء الله عندهم 4 مصورات يصورون بشكل يومي الأسعار اللي عندهم، لذلك ارفعوا الشاشة وضيفوهم رواد المواقع.